رجال ما انت معلم انقلد كل انا الشرف ما خشمك انت معلم واستاذ الله يبيض وجهك ابو عبد الرحمن شكرا الله يحفظك طول عمرك يبيض وجهك وجهك طبعا في العرس انا شوف حتى انا المقدم ما اعطوني لكن الله المستعان لكن يقول يمكن يعطوني يمكن في العرس قدموا لكم ساعات كارديال هديه لكم العرس الله يبيض وجهك طبعا ابو صالح ما جابوا تخيل في هذه ثلاث هدايا واحده لك يا ابو علي واحده لك يا ابو سليمان واحده لك يا ابو عبد الرحمن انتوا يا المعرسي وقلنا زودونا قالوا ما نعطي للمعرسي اللي عرسوا قبل امس وانت تستاهل العلم الغانم الله يرضى عليك تفضلوا هذا الهدايا شكرا كارديال تفضل على هذا الهديه والله يجمل حالكم ويعوضكم خير تفضل يا ابو سليمان سلام تسلم سلمت تفضل يا ابو رحمه ابو عبد الله وجهك اتمنى اسمح لي عسى والله ما تعطون من هداياكم هذه هديه لا والله لا والله انا هذه هديه انا حلفت ابو سعيد حق الباقي وهذه هدايا والله انا يستاهل لو انبياء من جاء كان خذيت انا عليكم طيب الجهد والهدايا هذا بدنا نهدي لهم بيت هذه ذكرى يستاهلون الكارديال اي والله يستاهلون هات الكارديال يلا البيض نبديها بروس الجبال ساعة نهديها على ساعة كارديال أمراض صعب الماس وفيها جمال يا سلام ونقول شكرا يا قناة البداية والشكر لك يا ابو عبد الله بن بخيتان لا لك يا ابو لا 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 ونقول شكرا يا ابن بخيتان لا 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 والشكر للقناه ومديلها دقيقه بالله يعطيني يا شوف هل هم صادين فيها الماس انا ما بدي خلونا نفكر شوف ها ما شاء الله تبارك الله أكيد إيه والله ظني هو ذا الألماس ما بيكذبوا المهم الهدايا الألماس إيه والله فيها هي ساعات هي رجالي دي ولا نسائي لا رجالي رجالي ظني تستاهلوا العلم الغانم يا العرسان ناخذه ما نعرس والله يا عرسكم هذا شكرا شكرا لك دونك نلتقيكم بكرة ولا تنسون بكرة يوم الرياض